انتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اللي كيواجه المشكل ديال المشكل اللي في دريم صات هاد البروبليم ديال نو بروغرام في الاي بي تي في. غادي نعطيكم واحد لي زيتاب غتبعوهم راهما ساهلين وان شاء الله غادي يخدم لكم لي ريسيبتور. انتم اول حاجه ما غنديروا ان شاء الله غندخلوا المنيو كيطلع لكم هاد الانترفاس كنمشيو للريغلاج ابري كندخلوا الميساجور ابري كنمشيو للاف تي بي كليون كندخلوا الاف تي بي كليون هنا كتدخلوا الاي بي دو سيرفور ملي كندخلوا لهاد ادريس اي بي دو سيرفور كتلقاو فيها نتوما هاد الكود هذا كتسوبريميو بالبوطون صفرا كنجيو لهنا كنكتبوا 195 كنجيو لهنا كنديروا بوان كنتبعوها ب 181 بوان 161 بوان 200 انتوما لو كود هو 195.181.161.200 ابخي كنديروا البوطون بلو كونفيرم وكنمشيو لوي فوالا الا لاحظتوا داك الادريس اي بي تشونجات كنجيو للبورت هاد البورت نتوما تلقاو فيها كود بيان سور حتى هي غادي تشونجيوها غادي ديرو 3021 كنديرو اوكي باش كتمي موارا كتولي 0021 كنجيو هاد نوم دو توليزاتور كنلقاو فيها هاد السمية هادي كنسوبريميوها حتى هي كنكتبو دريم سات هانتوما يعني نتوما كنديرو دريم سات كيما شفتو غنديرو كونفيرم بالبوطون بلو غنجيو نديرو لها وي باش نسجلوها فوالا راه ولات مكتوبة دريم سات. هنا كنجيو المود دو باس كنكتبو 1 2 3 وكنديرو نفس الطريقة كونفيرم وكنديرو وي فوالا دونك الفوق راكم شفتوها الادريس اي بي دي سيرفور بورت دريم سات المود دو باس كيما شرنا ليها دابا 1 2 3 وكنديرو كونيكت كونيكت. هنا كيعطيكم واحد الميساج كونيكسيون افيك سوكسي كتسنى واحد نص دقيقة حتى كيتيليشارجاو لي بروغرام. هنا لي بروغرام كاين بزاف ديال لي بروغرام ديال دريم سات نتوما هنا كتختارو على حسب الريسيبتور ديالكم كتشوفو لا فاس ديال الريسيبتور كنلقى مكتوبة 600 باغ اكزومبل 640 ميني بلوس ولا 640 ميني عادي ولا 650. المهم كتشوفو لانترفاس ديال الريسيبتور وتبعو وكليكيو على لو ميزاجور. دونك ملي كتختارو الريسيبتور كديرو لو بوطون جون ميزاجور هنا على اليمين راه كيبان لكم واحد لا ميزاجور واحد لا ميزاجور بات لكم هنا كتشارج ابخي ملي كتشارج كتسانو تقريبا واحد دقيقه دقيقه ونص حتى كتولي 100% كيطفى وكيشعل وهاني ان دونك البروبليم كيتحل بهذه الطريقه هذه وغادي تمشيو للاي بي تي في غتلقاهم خدامين. يلاه السلام عليكم وتحياتي لكم.